أيضا في هذه الأيام كان زي ما قلنا لحضراتكم، كان طبعا الدكتور الرائع دكتور ثروت بسيلي كان رحل عن عالمنا. ويعني دكتور ثروت يعني يتكتب فيه كتب على فكرة، أعمال الخير اللي بيعمل قام بيها، قناة سي تي في هو من يعني زي ما بنقول تولاها وأنشأها، ويعني ولدت بشكل عملاق. دكتور ثروت بسيلي تاريخ من العطاء، تاريخ من يعني قصة عصامي بدأ يعني بدأ حياته بصيدلية صغيرة، وبعد كده رجل أعمال كبير وعنده مشاريع وشركات في العالم كله يعني كمان، وما نسيش ربنا أبدا يعني. وبالعكس كان بيقول لك احنا اللي حاسس ان هو بيدي ربنا من اللي هو يعني كأنها فلوسه، لا دي فلوس ربنا واحنا بنديله منها، ده هو ربنا اللي خيره كان علينا. كان دايما دي جملته الشهيره، كان دايما بيقول انا مش مفروض ندي العشور وبس، ده احنا ندي اكتر واكتر. وده اللي كان بيعمله فعلا دكتور ثروت بسيلي. المشاهد اللي قدام حضراتكم دي من الصلاة على جثمانه في شيكاغو، كان يوم السبت، وترأس الصلاة نيافة الحبر الجليل الأنبا ديفيد أوسكوف نيويورك. والصلاة كانت تقريبا الساعة 12 بتوقيت، كانت بتوقيت شيكاغو. وإن شاء الله هيكون أيضا صلاة، هيوصل جثمان الدكتور ثروت بسيلي إلى مصر، وهي هيكون في تم الاتفاق على انه ان شاء الله يوم الاربع المقبل هيكون صلاة، ايضا الصلاة على جثمان الدكتور ثروت بسيلي هتكون يعني اتقال لغايه دلوقتي انه هيترأسها نيافه الانبا رفائيل. ونتوقع الحقيقه انا بتوقع ان يمكن يكون قداسه البابا يكون وصل مصر ويترأس ايضا هذا يعني صلاه الجناز على دكتور ثروت، على جثمان دكتور ثروت بسيلي. هيصل الجثمان كما علمنا من بعض افراد اسرته وكما كتب يعني انه هيكون ان شاء الله هيوصل مساء غد الثلاثاء، وهيكون عقب يعني طبعا احنا كان في زي ما قلت لحضراتكم كان في صلاه الجنازه اللي كانت في شيكاغو لحضور طبعا كل احبائه هناك حيث كان يقيم ورحل عن عالمنا هناك، وكان بيقيم فترات طويلة في الفترة الأخيرة، وأيضا أفراد من أسرته موجودين طبعا هناك. وإن شاء الله يعني أنا مش عارفة يعني أنا مش ما عنديش معلومة بالنسبة لموجود الموضوع إن قداسة البابا هيكون وصل ولا لأ، لكن أتمنى يعني أتمنى. ولكن إلى الآن المعلن إنه نيافة الأنبا روفائيل هو اللي هيترأس صلاة الجنازة زي ما أنتم شايفين، إيليا وجورج أولاد الدكتور ثروت في الصفوف الأولى. وطبعا يعني عزائنا لكل أسرته كل أحبائه، وهو له مكانة كبيرة جدا جدا حقيقي في قلوب الكثيرين. وزي ما قلت لكم العطاء اللي كان بيقدمه دكتور ثروت يعني محتاج زي ما بقول لكم، محتاج أيضا قصة حياة هذا الرجل العظيم كتب تكتب عنه، علاقته بقداسة البابا شنودة كانت علاقة متميزة، أيضا إثراؤه في مجال الدواء يعني برضو كان له دور كبير جدا، المجلس الملي يعني تقلد مناصب كبيرة. ولا يسعنا الوقت أن يعني نذكر كل يعني كل الصفات الجميلة أيضا وكل الأعمال الجميلة اللي قام بها الدكتور ثروت بسيلي نياحا لروحه الطاهرة وعزاء لكل أسرته. أيضا هناك نياحة أخرى للقمص كيرولوس إبراهيم كاهن إبرشية بنها وإوسنا. رقد في الرب بشيخوخة صالحة الآب الفاضل القمص كرولس إبراهيم كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بسندنهور التابعة لإبرشية بنها وأوسنا عن عمر يناهز 80 عام، ولد عام 1937 وخدم 50 عام في خدمة الكهنوت، سيم في 2 يونيو عام 1968. ونيافة الأنبا ماكسيموس أسقف بنها وأوسنا كان قام بصلوات على جثمانه صلوات تجنيزه، وأيضا تقدم قد قداسة البابا تودروس بخالص العزاء لنيافة الأنبا ماكسيموس أسقف بنها وأوسنا ومجمع كهنة الإبرشية في رحيل الآب الحبيب القمص كيرولوس إبراهيم كاهن كنيسة السيدة العذراء، ونطلب عزاء لكل أسرته ولكل شعب كنيسته ونياحا لروحه. في برضو كده يعني بالرغم زي طبعا احنا يعني
بنتابع معاكم بعض القضايا، وهنقول برضو كان في بعض الأخبار بالنسبة للكاتدرائية سواء في العباسية أو في العاصمة الإدارية، لكن خلونا الخبر بالنسبة لتأجيل قضية خلية تفجير الكنائس 25 الشهر ده. المحكمة العسكرية يعني أجلت رابع جلسات محاكمة 48 متهم في خلية تفجير الكنائس اللي بتضم تفجير الكنائس الثلاثة، الاسكندريه وطنطا والعباسيه، وكمان كان في تفجير كمين النقب بوادي الجديد. والجلسه هتكون ان شاء الله 25 ديسمبر لاستكمال فض الاحراز وارسال الفلاشات اللي تم فضها للجنه الفنيه لفحصها وارسال تقرير للمحكمه بمحتواها وما يتضمنها. نتمنى ان يكون في يعني حكم، وانتم عارفين برضو انه في بعضهم موجود وفي بعضهم محكوم عليه غيابي. الكنيسة الكاتدرائية تزينت بصور شهداء البطرسية وكمان بابا نويل، علشان طبعا الاحتفال اللي احنا في ايام احتفال بعياد عيد الميلاد المجيد، وده اللي خلى الكنيسة الكاتدرائية تتزين بالحاجتين مع بعض، صور شهدائنا لانه النهاردة زي ما احنا عارفين طبعا زي ما قلنا ذكرى الشهداء، وكمان بابا نويل والمظاهر بالنسبة للاحتفال بالكريسماس. وبنعلن يعني المشهد ده بيعتبر مثابة إعلان أمام العالم بأننا لا نرهب الموت، المسيحية هي دين الفرح، وفي نفس الوقت إنه زي ما الكتاب المقدس كان بيقول حق الحق كلكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح وأنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. ولازم إن إحنا لما بيبقى الجدل الموضوع إنه يبقى في حادثة أو في أي حاجة ونقول طب مش هنحتفل، لا بنحتفل بميلاد المسيح وهم في أحضان المسيح كل شهداء كده، دايما بيكون احتفال ده احتفال بالميلاد، احتفال بالميلاد العظيم، الميلاد المعجزي، واللي أخذ واللي خلى واللي كان سبب بعد كده في خلاص العالم كله ومغفرة خطايانا. نيجي بقى لكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة. الحقيقة يعني زي الأعمال ما زالت مستمرة فيها، وما فيش لسه لغاية دلوقتي تحديد إمتى هيتصلى، إذا كان هيبقى فيه الصلاة فيها ولا لأ في لكن ده المكات اللي هو المفترض إن هتكون شكلها كده إن شاء الله. هل على بال عيد الميلاد هتكون خلصت؟ محدش عارف هل برضه هيتصلى فيها العيد ولا هيتصلى في الكاتدرائية في العباسية. ولكن عموما الحقيقة المشهد اللي أنتوا قدام حضراتكم ده اللي أنتوا شايفينه كاتدرائية ميلاد المسيح، سموها كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعني تعتبر أكبر كنيسة في مصر بل والشرق الأوسط كله. العمل فيها على قدم وساق باستخدام أحدث التقنيات والأساليب التكنولوجية، الإنشاء الكنيسة والتنفيذ تحت إشراف شركة أوراسكوم بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المفروض إنه تتم افتتاحها 7 يناير زي ما اعلن الرئيس، ولكن تزامنا مع مرور 50 عام على انشاء الكاتدرائيه المرقسيه العباسيه. لكن زي ما بقول لحضراتكم انه يعني هنشوف ونشهد الاخبار دي، ولسه مش مؤكده اذا كان هيبقى حتى فيها الصلاه ليله العيد ولا لا يعني، لكن العمل فعلا على قدم وساق. قلنا لكم برضو على الموضوع اللي كان اعتقد كانت جات لنا معرفش صور تانية بتهيألي للكاتدرائيه، لو ممكن نلحق نعرضها يبقى كويس ولا ايه؟ طيب مش هنلحق معلش، لكن زي ما قلت لحضراتكم احنا لغايه دلوقتي مفيش تاكيد، لازم علشان يتم التاكيد ان هيكون فيها الصلاه يعني. لو هناكد ده اولا ابونا بولس حليم كان قال مستنين عوده قداسه البابا، اراء اخرى قالت يا جماعه لا من خلال الصور يمكن يلحقوا زمايلي نعرضها معاكم انه لسه شويه، يعني حاسين انه معقول هتكون خلصت على بال يعني يناير، مش عارفه يعني دي الله اعلم الله اعلم يعني بتهيألي صعب يعني دي الصور اللي بيقال ان هي اخر يعني الصور حديثه يعني الصور خلال اليومين اللي فاتوا، فبالتالي اعتقد انها تبقى صعوبه ان هي يبقى فيها العيد. ولكن زي ما بقول لحضراتكم مفيش معلومات، ما حدش عارف لسه لغايه دلوقتي. الحلقه اللي فاتت اتكلمنا وكان معانا الاستاذ عزت ابراهيم واتكلم عن موضوع رحله بورسعيد، ولقينا بعد كده انه بعت لنا برضو بعض الفيديوهات وانه كان في تسجيل معاهم مع الرحله بيحكي عن المعاناه. انا بعرض الكلام ده ليه تاني النهارده واحنا عارضينه الحلقه اللي فاتت، لان دي برضو بمثابه رساله، بنوجه رسالتنا دي للرئيس السيسي، بنوجه رسالتنا للحكومه، بنوجه رسالتنا لوزير الداخليه. الجامع مسجد الروضه
ما اتقفلش بالرغم من انه ممكن يتعرض لارهاب تاني ولا مش ممكن. النهارده ليه دير الانبا صمويل لغايه دلوقتي مش بتامن المكان، لكن بتعرض ناس كبار في السن زي ما هتشوفوهم وتسمعوهم بيحكوا انهم يقعدوا 11 ساعه، يعني اكتر من 10 ساعات، 11 12 ساعه في جو صعب جدا، مفيش ميه، معاهم اطفال، ستات كبار، وتمنعهم من ان هم يدخلوا الكنيسه. مش بس كده، ايه ده كمان تسلسل الطريق كله، كان معاهم امن بيدخل بيركب معاهم، يعني من هم جايين من بورسعيد. لو انت عندك المعلومات دي لازم تبقى معلومات من قبل ما يتحركوا من هناك. وفي نفس الوقت ليه بتمنعهم؟ وصلوا عند البوابه، ما طلع معاهم امن. لكن اعتقد انه الرساله دي يجب ان تصل، ما ينفعش انه الدير يفضل مغلق والدير يتمنع من انه يدخلوا عربيات الاكل وعربيات، وانه يبقى ممنوع 6 شهور من مايو لغايه النهارده، هو اكتر من 6 شهور ممنوع رحلات للدير، دير الانبا صمويل، علشان حصل حادث ارهابي في الطريق. ليه نمنعها؟ امن الطريق، اعمل حاجه. وانت امنت وحاطط عمليات، والناس هيحكي دلوقتي تسمعوه، كان معاه التامين بيركب معاه في كل مكان، في كل كمين بيعدوا عليه انتوا رايحين فين، ويقولوا لهم رايحين انبا صمويل، يركبوا معاهم تامين لغايه ما يوصلوا عند البواق، عند المدخل المدق، ويروحوا موقفينهم. اعتقد ان ده يعني مش عارفة تفسيره، مش عارفة معناه. نسمع بعض الناس من الرحلة وإيه اللي حصل معاهم، رحلة بورسعيد اللي كان معاهم يافطة الأنبا تاتروس. في دير المحرق الصبح واحنا خارجين نجدة أسيوط، رايحين فين اتجاهكم؟ اتجاهنا دير الأنبا صمويل. الضابط اللي موجود على دير المحرق بلغ إدارة النجدة بتاعته، بلغ تأمين الطرق إن احنا داخلين دير الأنبا صمويل. مشى معانا تأمين أسيوط لحد القصية، ومن القصية لبيروت، من بيروت جه استلمونا مديرية أمن المنيا، نفس الكلام. رايحين فين؟ رايحين دير الأنبا صمويل. اتجاهكم فين؟ دير الأنبا صمويل. طلع معانا التأمين من دير مواس، دخلنا ملوي، دخلنا أبو قرقاص، عدينا المنيا، عدينا سمالوط، كل تأمين نفس الكلام. رايحين فين؟ اتجاهكم دير الانبا صمويل. محدش قال لنا ان الدير مقفول او ممنوع الزياره او في قرار بمنع الزياره. التامين اللي جاي معانا وصلنا لحد باب الدير، البوابه الرئيسيه اللي بره اللي على الطريق. فوجئنا ان الامن اللي واقف على البوابه يقول ممنوع الدخول. فضلت الحوارات بيننا وبينهم، هم ركبوا دماغهم قالوا لا ممنوع الدخول. الكلام ده كان الساعه 1:15 الظهر. جاء سيدنا الانبا باسيليوس فقال له هل يجوز، هل ما يمنع ان انا استضيفهم في المزرعه بتاعتنا؟ قال له لا ما فيش ما يمنع، عشان السيدات الكبار اللي معانا محتاجين حمامات، ولنا مده طويله واقفين، وفي اطفال صغيره. فروحنا دخلنا المزرعه، دخلنا المزرعه تلاقينا الدنيا كلها اتقلبت على دماغنا. لا انتوا لازم تمشوا، انتوا ترجعوا. جم اخذوا الرخص بتاعتي، الاتوبيس بتاعتي، مش عاوزيننا نمشي. حوطوا العربيه بالامن وقفلوا علينا الدنيا كلها، قالوا ده الحكم دار جاي، لا لازم تمشوا، لازم تروحهم. الكلام ده كله خلص الساعه 12 بالليل لحد ما جاء الاذن بدخول الدير. طبعا في احداث ثانيه بعد كده استاذ مجدي، في احداث بقى حصلت في الفتره دي كلها داخل المزرعه، ناس ثانيه كانت حاضرها بقى مع سيدنا الانبا تادروس، سيدنا الانبا باسيليوس، مع رجال الامن يتكلموا فيها. كان في كلمه كان قالها نيفت الانبا تادروس برضه، كانت كلمه جميله قوي للمسؤول اللي هو اللي جه. هو سيدنا الانبا تادروس بيقول هو مين اللي مسؤول عن ان احنا نقعد؟ قال له انا. قال له خلاص حلال، قال له انا لازم اوصل لمسؤول اعلى منك عشان يحل لي الكلام ده. كان كل نص ساعه لنا هنيجي نحل لكم، لغايه لما الموضوع كله وصل لغايه 12 ساعه. كنا كل يمكن نص ساعه نروح لهم يا جماعه، يقوموا مريحين، يقولوا لنا يا جماعه اتفضلوا هنحل لكم، لغايه لما في الاخر كلنا تعبنا وكلنا خلاص خلاص بقى ادينا، والستات تعبت، لغايه لما رحنا لهم وعملنا المظاهره بتاعتنا عادي مفيش مشاكل. زعلنا وهللنا وكل حاجه. بعد كده قال لك طب ماشي اقعدوا 10 دقائق واحنا هنحل. قعدنا نص ساعه ما كانتش 10 دقائق، رجعنا لهم تاني قال لك لسه الموضوع بيتحل. بعد كده قال لك الموضوع ملوش حل، اتفضلوا على مصايد. لا القرار يا سابونا في ايد مين؟ كل اللي يجي يعني ليه؟ وقال سيدنا الانبا تادروس فعلا، قال له انا مش في ايدي. قال له ازاي؟ قال له انا مش انا المسؤول. قال له مين المسؤول؟ قال له انا. قال له طب حلها. قال له مش في ايديا. ما كناش عارفين يعني الموضوع في ايد مين. الحاجه الثانيه طلبنا رقم المسؤول الاعلى منه، رفض ان هو يدي رقم التليفون بتاعه عشان طبعا دي امانه، هو معاه المفروض ان هو كقائد يحلها، لكن هو رفض يدي الرقم التليفون بتاع المسؤول الاعلى منه. الحاجه الثانيه قال لك الشباب يطلعوا بره والسيدات تفضل جوه. جت عربيه الشرطه
فيها عساكر، دخلهم جوه المزرعه يقعدهم في المزرعه، اجى للضابط المسؤول قال لهم اتفضلوا اطلعوا بره، خافهم ان هم يعسكرهم او يخش يفكروا ان انا جاي اعسكره في المزرعه ويقعدهم، طلعهم بره وخلى الشباب تقعد بره والسيدات تخش تقعد في المزرعه جوه. طبعا اصرهم ان احنا نرجع، احنا طبعا رفضنا، قلنا لو هنبات للصبح على الارض هنبات ومش هنرجع تاني، حتى لو هنخش المزرعه، لان مش معقول انا داخل بيتي وهيطردني من بيتي، مستحيل طبعا مستحيل، هو يقدر حد يطرده من بيته؟ مستحيل، لكن احنا صممنا ومش هنسيب ونخش الدير، هنخش حتى لو في نص الليالي. فضلنا موجودين من الساعه 1 وربع الظهر لحد الساعه حوالي 11 ونص بالليل، 12 وربع بالليل اقول لك قرار جه 12 وربع ممنوع حد هيدخل الدير خلاص، لحد الساعه 12 الا ربع. فضلنا مصرين ان احنا مش هنسيب المكان ولا هنمشي، لان احنا لو مشينا من المكان اي رحله هتيجي تاني يحصل معاها نفس الموضوع. لكن احنا كان المبدا ان احنا نسيب بيتنا ونترك بيتنا زي ما حصل قبل كده في انفجار الكنيسه صلينا فيها، الجامع اتصلى فيه برضه، لكن احنا مش هنسيب بيتنا ومصرين وهنفضل وهنكرر زيارات تاني في دير الانبا الصومايين. فبرضك في نقطه قعدوا كلهم يحكوا عن المعاناة، وزي ما قلت لكم انه ما كانش فيه حمامات، ما كانش فيه مية، الاطفال تعبوا، الكبار السن تعبوا 11 ساعة، وبرضو انه كان يعني بعد تعب كبير قوي قال لك انه في الاخر ممكن الانبا باسيليوس اسكو في الدير يعني، والانبا تادروس يدخلوا الدير. طبعا رفض الانبا تادروس، رفض ان هم يسيبوا انهم يدخلوا من غير الناس دي كلها، وانهم لو يدخلوا كلهم مع بعض. وزي ما حكى كان استاذ عزت ابراهيم الحلقة اللي فاتت ان هم في الاخر دخلوا بس بعد معاناة شديدة جدا. يعني يا ريت يكون في حل، لانه مش الحل المنع زي ما بنقول. يعني انا النهارده يعني عدد القوات اللي ممكن تامن الطريق ده قد ايه؟ تتحط خطه، مش صعبه الداخليه انها تامن طريق، يعني المفترض انه دي حاجه مش كبيره. كانوا قالوا ان الطريق يترصف ما ترصفش، برضو ده هيسهل قوي التامين. يعني نتمنى انه ما يكونش الاتجاه للاسهل يعني، ربنا يسهل وهنتابع ونشوف الأخبار إيه. أيضا نيافة الأنبا يؤنس كان أعلن عن عودة الحياة الرهبانية لدير الأنبا هرمينا السائح بأسيوط، والكلام ده كان أعلنه وبيقول من النهاردة. احنا نشكر الله أنه في عيد القديس العظيم الأنبا هرمينا الأباء الرهبان هيسكنوا النهاردة في الدير، فيعني عمليا عادة الحياة الرهبانية الدير من النهاردة. فربنا يبارك هذه الحياة ويجعل الدير منارة لكل المنطقة. ودير آخر هو دير ماري مينا، كان في زيارة لوزير الثقافة في إطار زيارته لمحافظة دير ماري مينا بجبل أبنوب، في إطار زيارة محافظ أسيوط يعني. ووزير الثقافة كان في صحبته حلم النمنم، زاروا يوم الخميس الماضي دير الشهيد ماري مينا المعلق بجبل أبنوب، حيث كان في استقبال نيافة الأنبا لوكاس أسقف الدير أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس الدير وعدد من رهباني. وتعرف الوزير على معالم الدير وزوار وزار أيضا معرض مقتنيات الدير والكنائس الأثرية. رافق وزير الثقافة خلال الزيارة سكرتير عام محافظة أسيوط، رئيس هيئة قصور الثقافة، ورئيس هيئة الكتاب، وعدد من أعضاء مجلس النواب. أقيم على هامش الزيارة عدد من عرض لعدد من الأعمال الثقافية للأطفال، ونيافة الأنبا لوكاس ألقى كلمة وسيد الحضور وسيد الوزير وبعض الحضور. وأكد نيافة الأنبا لوكاس أن محاربة الأفكار والعادات الخاطئة والعمل على محو الأمية وإقامة بعض الحرف لشغل فراغ الشباب أدوات هامة لبناء المجتمع. كان عندنا برضو حريق كان في دير الملاك ميخائيل، والقمص بطرس جيد راعي دير الشهيد العظيم بسدمنت الجبل ودير الملاك ميخائيل بأهنسيا، كانوا قالوا تفاصيل عن حريق لدير الملاك ميخائيل بقرية إبراهيم نجيب خرشد بسدمنت مركز أهنسيا محافظة بني إسويف بسدمنت. وإنه كان بيقولوا إن يوم الأرض
4 كانت الساعة 1:30، كانت الراهبة المقيمة بالدير لقت خروج دخان كثيف من كنيسة الملاك ميخائيل، اتصلت بسرعة بالقمص بطرس جيد، وبسرعة هو قال ان هو راح للدير وأبلغ الشرطة والمطافي، وجم سيارتين وإطفاء وعدد من رجال الشرطة، وتم السيطرة على النيران، لكن عشان كان في كمية كبيرة من الأخشاب بالكنيسة ده ساعد على امتداد النيران لكافة أرجاء الكنيسة، وأتت النيران على غالبية الكنيسة وتهدم حائط بالكنيسة بعد تأثره بشدة بمياه الإطفاء، نظرا إلى أن الكنيسة مبنية من الطوب اللبن والحادث بيقولوا ماس كهربائي. يعني ربنا يا رب يرحم كل الناس ويحافظ على كل الناس. برضو من أخبار قداسة البابا وهو موجود زي ما قلنا لحضراتكم كان للعلاج في ألمانيا، كان في يعني في اعتبار ان هو يعني أول ظهور للبابا وشفناه بعد الجراحة، كان في احتفالية كلية البابا شنودة الثالث الكليريكية بالنمسا بتخريج أول دفعة للدارسين، ودي أول فعاليات بيشهدها البابا توادروس بعد الجراحة الميكروسكوبية في الظهر اللي أجريت له خلال الشهر الماضي بألمانيا، والمنتظر عودته للقاهرة إن شاء الله بعد أيام قليلة. الاحتفالية كانت بحضور الأنبا جبريل أسقف النمسا والمنطقة الألمانية بسويسرا، والأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا، وعدد من أسر الخريجين. ده كان الفعالية الأولى بعد العملية. نتمنى يا رب إن شاء الله نصلي من أجل عودة قداسة البابا بالسلامة إن شاء الله للقاهرة، ونشوف الفترة اللي جاية إيه الأخبار.